Thank you.
التسجيل الأول لفريق الشباب في الدقيقة 55 خروج اللاعب رقم 70 إسماعيل مغربي ودخول اللاعب رقم 7 عبد الوهاب جعفر. الحضور الكريم، التنسيق يؤذي منهم بجواره، نرجو الانصراف عن التنسيق المدرجات. الحضور الكريم، التنسيق يؤذي منهم بجواره، نرجو الانصراف عن التنسيق المدرجات. Thank you.
التبديل الأول لفريق الباطن في الدقيقة 64 خروج اللاعب رقم 14 خالد دخيل ودخول اللاعب رقم 13 ماجد منصور. Yeah!
Thank you.
تعليمات اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي والمنظمة أنه عند ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية أعلن حكم المباراة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني إيقاف اللعب لمدة 3 دقائق لشرب المياه. بلغ عدد الحضور لمباراة الباطن والشباب 3020 متفرج.